السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انتوا عارفين ان انا من فترة للتانية كده بحب اخد رأيكم في القناة عندي، واحب اشوف ايه اللي ناقصها وازاي تكون اجمل. فياريت كل واحد يقولي ملاحظته على القناة عندي وازاي تبقى احسن، واوصل بيها ان انا افيد اكبر قدر من الناس. النهاردة بقى هعمل لكم فكرة جميلة جدا هتعجبكم جدا. الفكرة دي انا شفتها في ايكيا وشفتها بمبالغ كبيرة جدا، فقررت ان انا انفذها لكم وبسعر بسيط قوي. فتيجوا معايا نشوف هنعمل ايه النهاردة. يلا دلوقتي مع بعض هنبدأ نعمل الاباجورة اللي قلت لكم عليها. احنا دلوقتي هنعمل اباجورة زي بتاعت ايكيا، اللي هي بتتكون من ورق، شغلها بسيط جدا، بس بتتباع باسعار عالية قوي. وانا بصراحة استغربت ليه بتتباع باسعار عالية كده مع انها ورق، فحبيت ان انا انفذها واخد رأيكم فيها. اوكي، هنجيب ورق كانسون، الكثافة بتاعته او السمك بتاعه تقريبا 200 او 250 ممكن يمشي. هنجيب ورق مناديل، انا اخترت الشكل ده من ورق المناديل، هعمل 2 منه، هبدأ الزقهم بالطريقة دي بالشكل ده، هلزق ورق المناديل بالطريقة دي. وبعد ما الزقه بالسيلر المائي او الورنيش المائي، هبدأ الفها. قبل ما الفها هحاول بقطر ان انا اشقق فروع الورد واطلعها. انا عايزة الاباجورة دي تكون اضاءتها خافتة، يكون الضوء بيمر من بين الورق، ورق الورد نفسه او ورق الشجر بيتشال. وهتشوفوا معايا دلوقتي واحدة واحدة هتتنفذ ازاي. وانا بس عاملة لكم عملية تشويق شوية انها يعني ما تكونش جاهزة وبعدين اوريها لكم وننفذ زيها. لا، احنا هننفذ واحدة واحدة وفي الاخر هتشوفوا هتطلع ازاي. اوكي، خليكم معايا. اول حاجة هنعملها ان انا هاخد المنديل نفسه. طبعا احنا عارفين ان مناديل الورق دي بتتكون من 3 طبقات فوق بعض، فانا عايزة الطبقة، عايزة الطبقة اللي هي المرسومة خالص، فهحاول ان انا اطلعها. لازم اقطع منها حتة كده علشان يطلع وانفخها بيطلع الورق. اوكي، زي ما انتم شايفين كده بالظبط. معلش هنا بقى في مكان الشغل. اوكي، انا طلعت كده الورقة اللي انا هستخدمها. ماشي، هحطها على الورق الكانسون. هشيل طبعا، انا بشيل الورقة اللي ورا، ما برميهاش لان ممكن احطها على ازاز ويبقى شكله زي ورق الرز او اللي هو زي المصنفر، فبشيل لاني بعمل بيه شغل تاني. اوكي، هاخد تاني، هاخد حتة الورق ده، دي الورقة التانية. انا بوريكم ان هي بتطلع بمنتهى السهولة. ماشي، هاخد دي والطبق التانية عشان هستخدمها في حاجة تانية. اوكي، طيب هشيل واحدة واحدة. هجيب السيلر المائي او الورنيش المائي اللي انا بلزق بيه ده، عشان ناس كتير بتسألني، هو شكله كده عامل زي الزبادي المضروب في الخلاط. اوكي، هاخد خطوة خطوة مع بعض، هبدأ اثبتها كويس جدا. ممكن اخلي طرفها كده. ماشي، هاخد من السيلر، هحط ايديا كده وهبدا اخد من النص للطرف، من النص للطرف. واضح كده، هاخد
سيلر من النص للطرف، من النص للطرف. ليه؟ علشان انا بحاول ان انا اخرج الهواء من تحت المنديل ويلزق في الورق الكانسون، شفت ازاي من هنا، واحاول ان انا ما اخليش الفرشه طبعا ناشفه علشان ما تقطعليش الورق. يا ريت نكون شايفين كويس اللي بيحصل. لما بلاقيها نشفت معايا لازم املى واخد من المنتصف للنهايه. دي طريقه لزق ورق المناديل على اي سطح. اوكي، امشي تاني، اعيد عليه تاني عشان ممكن يكون حاجه ما لزقتش. اوكي، بنفس الشكل ده كده. ميزة الورنيش بقى بيلمع، ما بيخلينيش احتاج ان انا اديله طبقة ورنيش تانية زجاجي او كده، هي دي بتكون الطبقة بتاعت الحماية كمان، يعني بتلزق في الورق وبيكون طبقة حماية. اوكي، انا لزقت دي اول منديل، هاخد المنديل الثاني، هو مش هيتحط كله. طيب انا بفكر ان انا اعملها بالعرض يعني كده، بدل ما تكون طويله وكنزه تكون عريضه بنفس الشكل ده كده بالظبط. لا سوري، ايوه كده، ايوه كده، خليها كده عشان تبقى نفس شبه الايه المنديل بالظبط. تاني كده ولا كده؟ بس كده اخليه لازق فيه خالص نفس الشكل ده كده. ماشي، هاخد السيلر وهبدا اعمل نفس اللي انا عملته قبل كده، بس ابدا اخد من هنا على بره عشان اطلع كل فقاعات الهواء. اوكي، والزقهم طبعا في بعض من المنتصف للنهايه. وحدة الإضاءة دي بتكون وحدة خافتة، إضاءتها خافتة، ما بتكونش طبعا ضوء أساسي، لا بالعكس ضوء ثانوي، بتكون مثلا في أوضة النوم، ممكن في أوضة الأولاد، في معمول منها أشكال حلوة جدا كلها، إما إنها رسم يدوي او طباعة. انا فكرت ان انا اعملها بالديكوباج ودي هتبقى حاجة جديدة. انا عملت الموضوع ده قبل كده في منتديات ورد الفنون من حوالي 3 أو 4 سنين. برضو هرفق لكم الصور مع الموضوع افكركم بس بيه كده. انا هسيبها تنشف، هسيبها تنشف. دي اول خطوه انا عملتها، ان انا لزقت ورق المناديل على ورق الكانسون وهسيبها تنشف خالص، وهبدا اخد القطر او الموس وابدا اشقق بين الفروع واطلعها علشان يطلع منها من خلالها الضوء. اوكي، هسيبها تنشف وارجع لكم. تاني خطوه هننفذها، انا حاولت ان انا اقرب الكاميرا عشان تشوفوا معايا احنا هنعمل ايه. انا همسك موس زي ده او كتر اللي هو قلم، وهبدا اخد الشكل ده افتحه من هنا
عشان هو ده اللي هينفذ لي منه الضوء. همشي واحدة واحدة كده، مش لازم اخدها كلها، انا عايزة الطرف بس هو اللي انا هطلعه بالشكل ده. انا عايزة الطرف بس كده اللي يطلع، اوكي بالشكل ده، مش عايزاها كلها تطلع. اوكي هبدأ بقى الوردة كلها اعملها كده. اخلي بالي طبعا وانا ماشية بالموس او بالقطر، انا لقيت حرف الموس ده احمى واحسن فاشتغلت بيه. اوكي هنا مثلا هروح واخده الحتة دي بس وراح مطلعاها. هنا هبدأ اخد كده واقطع كمان كده بحيث ان الضوء برضو هينفوز لي من هنا. وهنا هاخد هفتح الحتة دي كده بس يدوب ارفع حرفها. انا اشتغلت كل الورقة بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده كده، اشتغلت الورق برضو نفسه الورقة بالطريقة دي، اشتغلتها كلها بالشكل ده. فانا هقربها لكم دلوقتي، هقرب الكاميرا من الورقة كلها تشوفوها نفس الشكل ده كده. وخليت هنا حرف ابيض عشان ده اللي هيتلزق نفس الشكل ده، و من ورا عاملة كده بالظبط. ممكن هنا اغلفها بالبلاستيك اللي هو بتاع ورق الاكلاسير، وممكن اسيبها كده ادهنها طبقة سيلر واسيبها بنفس الشكل ده. كلها اتعملت بنفس الشكل اللي احنا قلنا عليه. هتشوفوا الحاجات دي كلها لما الضوء يدخل فيها نفس الشكل كده بالظبط. طيب هنعمل ايه الخطوة اللي جاية؟ الخطوة اللي جاية همسكها هلفها اسطواني، وبعد ما لفها اسطواني هلزقها من الحرف اللي هو ده، وهحطها في الضوء وهتشوفوا الضوء ازاي هيطلع منها. ممكن امسك دبوس واخرم مكان الحاجات اللي هو اللي طالع منها كأنها لايت او ضوء او ايه او ندى، ده متهيألي ضوء مش ندى، اخرم بيها عشان كل التخريمات دي هي اللي هيصدر منها الضوء. فهنفذ اللي قلتلكوا عليه وافرجكوا عليه باذن الله. وده شكلها بعد ما نورناها بالشكل ده. شايفين الضوء طالع منين؟ من بين الفراغات اللي احنا فرغناها. الاباجوره دي في ايكيا غاليه جدا، لكن احنا عملناها بتكلفه بسيطه زي ما انت شايفين كده، ما خدتش غير شويه وقت مننا. وممكن تحطي بقى المناديل اللي انت عايزاها او تطبعي برضو بوستر، بس انا البوستر لقيته صغير الربع فرق مش هيقضي اللفة دي، وانا عايزاها تبقى اسطوانية بالشكل ده ما تبقاش ارفع من كده. اوكي فعرض المنديلين كانوا حلوين جدا مع بعض، ادتني شكل حلو بالمنظر ده، اضاءتها جميلة جدا. ممكن لو اتحطت في اوضة نوم، انا هحطها في اوضة نوم بنتي لانها ما بتبقاش عايزة ضوء يعني قوي، هي عايزة حاجة خافتة بحيث انها ممكن تعمل تبقى زي نواسة. ادي الشكل
وهنا التخريم اللي انا قلت لكم عليه، ده شكل جميل جدا. شفتوا التخريم عمل ايه بالدبوس؟ ده شكل حلو جدا برضو، طلع منه الضوء، هو ده التخريم، طلع تحفة اهو. ممكن بقى تعملوها كلها تخريم وما تطلعوش الاحرف زي ما يعجبكم. اوكي هوريها لكم برضو، وهو النور مقفول. نفتح النور، كده ده شكلها في نور الأوضة الطبيعي، ده شكلها في نور الأوضة الطبيعي. اوكي حد هيقول لي بقى دي هتلم تراب ومش عارفه ايه، هقول له لا، احنا مدينها وش قبل ما نشتغل عليها، وش ورنيش، فالورنيش ده هيمنع الاتربه انها تتراكم عليها. وبرده إيه الاباجورات، الورق اللي في ايكيا كلها ورق، ومحدش بيقول بتلم تراب ولا حاجه، وبيدفعوا فيها فلوس قد كده. خلاص دي فكرتي النهارده، ويا رب اتمنى ان الفكره تكون عجبتكم تنفذوها بأقل التكاليف. اهي مجرد ورق ومناديل ووحده اضاءه. نروح للكهربائي نقول له عايزين وحده اضاءه. انا النهارده حطاها على وحده اضاءه دي، ما عندي لغايه لما اعمل لها وحده اضاءه خاصه بيها. هتاخديها عند الكهربائي تقولي له انا عايزه لها وحده اضاءه عشان هحطها على التيبل او على الترابيزه. اوكي اتمنى الفكره تكون عجبتكم، ميرسي جدا. وعايزه اشوف بقى الكومنتات بتاعتكم، واشوف ايه الجديد اللي انتوا تتمنوا ان انا اعمله في القناه. يلا باي باي، مع السلامه.